صحيت من نومك شو مخبي يومك حياتك شغلك قلبك ومودك عبود بيقولك شو في في برجك والمود مبهور. صباح جديد وصباح جيد بنتمنى للجميع. اليوم الثلاثة 19/3/2013، لازم هيك تكونوا في عندكم طاقة على هالصبح هيك حتى تبدو هالنهار بإيجابية. اليوم بالجوزاء لسه الأمر، يعني هو طول بالجوزاء صراحة، هي ثالث يوم، فيعني إن شاء الله هيك اليوم على الساعة 9 بنروح للسرطان. على كل اليوم لسه الأجواء زي امبارح وأول، لكن أكيد لازم نحكي لكم الأبراج، فخلينا نشوف الحمل كبداية. الحمل الأجواء عندك يا مولود برج الحمل راح تكون جيدة مشجعة أيضا اليوم، حاول تستغل اليوم ما تأجل أي شيء لبكرة وتعمل كل شغلك. بعض مواليد الحمل ممكن يكونوا على سفر أو يفتحوا مواضيع سفر، وفترة المساء ممكن تكون للعيلة وبس. مولود التور الأجواء لساتها هادية مملة، مشاكل بالعمل ممكن تجابك خلال النهار، وبدك تدير بالك من حساسيتك الزايدة لتعمل لك مشاكل، لكن فترة المساء مشجعة وفيها برامج خصوصا بعد الساعة 9. مولود الجوزاء الأجواء لساتها جيدة، الأمر لسه عندك كل شيء داعمك، استغل هذا اليوم كتير منيح بالمبادرات والقرارات أيضا، خصوصا مواليد 14-22 حزيران يونيو وفترة المساء بتتقدم أكثر من حبيبك وبتصير العلاقة بينكم أفضل، وخصوصا لمواليد أيار مايو. مولود السرطان كمان بدك تمشي هذا اليوم عشان يا مولود برج السرطان، لأنه لسه الأجواء متوترة ولسه الأجواء مش مريحيدك، لكن بعد الساعة 9 الأمور بتصير غير، بعد 9 المساء أكيد مش 9 الصبح، بتصير الأمور غير وأفضل وبكون عندك بعض الأخبار الإيجابية. مولود الأسد استغل اليوم ما تأجل أي شيء لبكرة، لأنه نهار رايق وجيد بالنسبة لك لدعم أعمالك وأمورك الشخصية، وبعد الساعة 9 المساء ممكن يتغير مزاجك بدون أي سبب وتسيطر عليك الكآبة، وتحديدا لمواليد تموز يوليو. مولود العذراء أجواء ضاغطة لسه، في شغل كتير، مسؤوليات، مشاكل بالعمل، عندك ما تأخذ أي قرار يا مولود برج العذراء اليوم لأنه ممكن ما يكون بمحله. فترة المساء ممكن تكون أفضل بعد الساعة 9 وتتفرغ فيها لأمورك العاطفية والاجتماعية. مولود الميزان في عندك تهور بالقرارات، كلام ورا كلام ورا كلام، وهذا اللي بيوقعك بمشاكل، بدك تدير بالك، ركز على أعمالك، ما تحكي زيادة، وفترة المساء ممكن تسيطر عليك الكآبة بشكل كبير، وخصوصا لسوء تفاهم ممكن يصير بينك وبين شخص عزيز عليك. مولود العقرب اليوم جيد، اليوم في عندك نجاحات، أخبار حلوة، ممكن شغل كتير لكن انت راح تسيطر عليه بكل لباقة ودقة. فترة المساء بالنسبة لك مولود العقرب راح تكون إيجابية إذا ضليتك بالبيت، لأنه إذا طلعت ممكن كلامك يعني يسوي العلاقة بينك وبين الناس اللي حواليك. مولود القوس طولت معك وانا بعرف، يعني الله يعينك على هذا الثالث يوم من الضغوطات والمشاكل، لسه مش ماخذ نفس، لسه انت تعبان، دير بالك مولود القوس وحاول تأجل اي شيء مهم لبكرة بكون افضل، وفترة المساء ممكن تكون افضل بكثير بعد الساعة 9 المساء لوجود بعض الاخبار الايجابية. اما مولود الجدي فبدك تستغل اليوم كتير منيح، ما تأجل اي شيء لبكرة وتعمل اللي بدك اياه اليوم، لانه يوم جيد للاعمال للدراسة ولا أي شيء شخصي، لكن لسه الأوضاع العاطفية مود الجدي مش مريحيدك، والنقاشات ممكن تزيد مع قدوم المساء. مولود الدلو الحظ لسه معك مكمل، والأمور جيدة والأمور دعميتك، نهار إيجابي وما فيه إن شاء الله ولا مشاكل يا مولود الدلو، وفتت المساء جيدة للخروج والاستمتاع بوقتك. أخيرا الحوت أجواء لساتها مكركبة مش مستقرة، حاس حالك ضايع مش عارف شو بدك تعمل، انتبه من هذا النهار كتير منيح، خصوصا إذا كنت من مواليد 12-20 أذار مارس، وفتت المساء المتأخرة بيجري تحسن كتير كبير على أوضاعك، وخصوصا لمواليد شباط فبراير.
مولود 19/3 بنقول لك كل سنة وانت سالم، ان شاء الله بنعاد عليك بالصحة والسلامة. انت من مواليد برج الحوت العشرية الثالثة. تتميز بأنك قوي شخصية، بتحب السيطرة ودائما بتحب تكون بالصدارة، ما بفرق عندك حدا، وانت انسان دبلوماسي لدرجة وصريح لدرجة أخرى. هو إنسان مولود 19/3 بحب الشغلات، بحب كل شغلات ثمينة مرتبة وتقيلة، بحب يصرف مصاري كتير لأنه كريم عنيد جدا، وإذا بده شغلة بضل وراها. عنده كتمان للمواضيع المهمة وغموض أيضا، وهو من الأشخاص اللي بينجح بأعماله. ممكن يكون عنده شغل خاص، أما بالنسبة للأمور العاطفية فلازم ينتبه عليها، على علاقاته وأيضا على زواجه لأنه فيها شوية مشاكل. صحيا للقلب الشرايين ومكونات الدم أهم شيء لتهتم فيها مولود 19/3. والسنة الجاي سنة هادية، ما فيها أي تغييرات، ما فيها أي شيء مهم، لكن في تحسن على الأمور العملية والمادية عن السنة الماضية. دائما منوجه لكم تحية، هو لقاء جديد بجمعنا فيكم الليلة بعبود على الهواء الساعة 8 المساء. بنتمنى لكم يوم رائع، باي باي. قلبك ومودك عبود بيقولك شو فيك برجك والمود مع عبود. المود مع عبود يوميا على 9:10 صباحا على مزاج أحلى إذاعة. والمود مع عبود.